يعني انا مش بلاستيك، انا بني ادم. اهلا، واضح لقاء سويدان. اغرب موقف حصل لي مع احد المعجبات، كنت في مكان بشتري الخضار بتاعي. انا دايما بحب اشتري حاجه البيت بايدي، فلقيت حد بيعمل بصوت عالي جدا. انا اتخضيت، فلقيتها الشقه دي انها شافتني. واضح حبيبتي انها ما كانتش مصدقه يعني انها شايفاني. وبعدين مامتها كانت معايا، فكل شويه الحقي دي بتنقي الخضار زينا، الحقي. فانا طبعا ضحكت، الحقي دي بتضحك، الحقي. فجيت جنبها وقلت لها تعالي، ومسكت ايديها اللي هو يعني انا مش بلاستيك، انا بني ادم. فده كان اغرب موقف، وكانت بنوته لطيفه جدا ولذيذه جدا. اكتر موقف طريف حصل لي بصراحه، بتحصل حاجات كتيره جدا، بس دلوقتي اللي جه على بالي كان مع الله يرحمه الاستاذ سامي العدل واستاذه نجوى فؤاد والله يرحمه الاستاذ محمود الجندي، في مسرحيه اسمها ملك الشحاتين. استاذ سامي العدل معروف ان هو زملكاوي، وانا اهلاويه جدا وهو زملكاوي جدا. فكان في ماتش ساعتها الاهلي والزمالك، وكان الاهلي غالب 6-1. فانا طبعا عايزه اغيظه باي حاجه، فطلعت كنت مفروض ان انا طالع ان انا بتجوزه في المسرحيه وفي فرح. ففي اخر الفرح طلعت بعد ما استاذنت المخرج يعني، طلعت علم الاهلي. فطبعا استاذ سامي قاعد يجري ورايا وما سابنيش، بجد ساب بقى العرض وقاعد يجري ورايا. طبعا الجمهور كان بيضحك جدا جدا، هي مسرحيه كوميديه اصلا. وطلع بره الستاره واستحلف لي، وهو نجم جميل جدا الله يرحمه، انا بحبه جدا جدا. لا، انا بعمل اعمال جنونيه كتيره جدا في حياتي، فمش هفتكر لك ايه ولا ايه بصراحه، مش قادره افتكر بالظبط. بس مثلا انا بحب اجرب كل حاجه مختلفه وغريبه يعني. الحاجات اللي هي الملاهي الزحاليق العاليه جدا طبعا، بنزل منهاره بس بحب اجرب. القطرات اللي بره مصر اللي هي بتبقى القطر اللي بيشقلبك وبيدمرك دي، بحب جدا كنت الحاجات دي. جريئه بقى في موقف كتير جدا يعني مش قادره افتكر موقف. انا شخص يعني في حاجات معينه جدا تلاقيني بعمل حاجات مجنونه بس ما تضرش حد. اسئله صعبه قوي. اغرب عاده عندي، انا بعمل حاجات كتير ممكن تبقى معرفش، ممكن تبقى بالنسبه لي عاديه، ممكن تبقى للناس غريبه. بس مثلا يعني انا باكل، بحب اكل الملوخيه على الرز على السلطه خضراء كلهم خلطبيطه كده فوق بعض. احب اكل يعني، دايما بحب افتكس كده اكلات غريبه. ممكن اعمل انواع شرب ما حدش يتخيلها، مثلا شوربه قرع، شوربه بسله. يعني انا بحب كده في الاكل بالذات الخبط، وبحب قوي يعني استمتع جدا بقى من الفسيخ والحاجات دي بقى على الارض. شكرا، واضح لقاء سويدان.